السلام عليكم مشاهدينا. اليوم غادي نعجن واحد البوملويه اللي كانت تيقول لهم مخصص للفطور، وغادي تتبع معايا كيفاش غندير لهم الزيت البلديه. من بعد ما عجنتها انا كنعجنها غير بالعجينه بالماء بارد، كنجمعها كتجي بحال هذا الشكل، هذا بحال تاع المسمن. يعني حنايا في الباديه كنطيبو رخصات على داك على الكانون في الطاجين ديال الطراو، كنطيبو كيجي زوين. انا كنطيبو بزيت العود، ماشي بحال بوم ملوي ولا المسمن كتب بزيت المائده، حنا كنطيبو بزيت العود. من بعد ما نجيو بحال هكا، من بعد ما لولبتهم غندير لهم بحال هاد الشكل هكا، دير شي دقيق وكدير زيت العود. لا شي غادي تسمى عندنا حنا في الشلوح رخصيص، رخصيص ماشي بوملوي ولا نقولوا له حنا رخصيص، كنطيبوه في الطاجين ديال التراب في الكانو في العافيه، كيجي بنين. تحطيه مع القهوه، مع اتاي، مع العشيه، في الصباح كيدار مع الحليب، كيتشرب وتيدار مع الحليب الشمار، وغادي نوريكم كيفاش كيدار مع الحليب، كيدير بالقمح بالشعير كاع الدقيق اللي موجود عندك في الدار تقدري ديري عليه. ديري عاد نشد الزيت، من بعد كتلوي بحال هاد الشكل هذا. كتبقاي غادي وديري في الدقيق ديال السميد داك القمح لي سميد و ودقيق فورس، من بعد كتدخلها من هنا وكدير لها هذا الشكل هكا، كتخليها ترخى باش تقرصيها. غندير لهم كاملين بحال هكا وغادي نقرصهم باش نطيبهم. من بعد ما لولبتهم تيجيو على هذا الشكل هذا، وغادي دابا نقرصهم باش نطيبهم ونشوفهم كي غادي يجيو. كنجي لهم انايا الدقيق، ما تجي لهمش انا الزيت، من بعد كنجيبها كنقرصها. بعد ما قرصتها غادي نرميها دروكا في المقله. المره الجايه ان شاء الله غادي نديكم نوريكم الخديم، وسميتو فين تتب رخصيص غنوري لكم في الباديه. هذا رخصيص انا عزيز عليا، كانت تطيب لنا الوالده مع الصباح، كنا فاش كنا صغار بزاف كانت كطيب لنا ملي كنبغيو نمشيو للمدرسه، ما كانت المدرسه بعيده، كانت مسكينه مع 5 الصباح وكتنوض بعيده بزاف، وكتنوض وكتعجنو وكتطيب لنا تتعمر لينا اتاي مع داك البرد، كيجي زوين. كيجي حنا تطيبو بزيت العود سميتو كيجي بنين. اي والله يخلي لنا والدينا، الله يخلي كاع اللي عنده والديه واللي ماتوا الله يرحمهم. انا المقله ما تندير فيها لا زيت لا والو، كنخلطها بيه هكا باش تجي بحال دابا اللي ضرها تضروا المعده واللي ما تيبغيش الزيت وسميتو مزيان ليه بحال هكا، يديرهم بزيت العود يقرصهم، ومن بعد يسخن المقله مزيان ويرميهم فيها تشربوا بحال تطيب ونطلعوا. ولكن تيجيو رخصيص، رخصيص هذا بلدي تيجي بنين وصحي ما تضرش في المعده. بعد ما قلبتها طابت من هذه الجهه واحد شويه، غادي غادي تطيب غادي نوريها لكم كيفاش غادي تجي في الاخر. كيجي رخصيص على هذا الشكل هذا، هذا رخصيص بلدي ديال سميتو، ما فيهش
ما فيهش زيت المائدة، هي فيه الزيت البلدية. ياك الوالدة كنتي كتجري لنا هذا فاش كنا صغار، تقدروا تجروا فيه حتى الحليب، تفيضوا الحليب وتخويو عليه تيجي بنين وزوين. عندنا العسل تا هو، العسل الحر وزيت أرقان وزيت العود، تقدري تجريها معاه كويس. تاعتي غادي نفطروا بيه ان شاء الله. بصحة وراحة الوالدة. الله يعطيك الصحة. وبصحة وراحة الوالد. والوالد والله يعطيك الصحة بنيتي، الله يرضي عليك. زوين ام هذا الخساس، زوين بحال هذاك الشيء اللي علمتني، ما باقي معلمني ولا والو. لا تعلمتي، الله يعطيك الصحة. يا الله بالصحة والراحة للجميع. اللهم امين. يا الله الله يعاونكم، وعندكم تنساو ما تجرناش الجيم، وتعاونوا معنا في القناة ديالنا. يا الله الله يعاونكم.